صباح الخير. يا صباح النور. تفضل قهوتك. ليكي بدي دقله. شو؟ قصدي مراد، رح خبره مشان يجي على العشاء. اتصل فيه. مراد من نحن وصغار كان محبوب البنات على طول، لأنه بيعامل البنات بأكابرية. جان، شو شايف مراد بمنامك؟ شو عم يصير معك من الصبح؟ قول. يعني قصدي قلك إنه إذا عاملك بأكابرية شوي ما تشوفي حالك وتصدقي فورا، هو هيك طبعه. أصلا أنت ما بتعرفي لمراد بنوب، ولا مراد كمان بيعرفك. مراد صياد ستات. قصدي قلك انه هذا الزلمة عامل تخصص بهذا الموضوع لك فتون. ليش ما عم تفهمي علي؟ انت لانك هبلة وما بتفهمي حركات الرجال، بتكوني مفكرتي عم بيحكي معك هيك لانه معجب فيكي، وانا من واجبي اني حذرك طبعا. جان، مراد بنظري مجرد صديق، وانت طول ما بتضل عم تفكر بهالموضوع هالقصة رح تبلش تتحول لازعاج. انا بشتغل معه بالنهاية مو اكتر. فتون، عن جد انت وحدة غبية لهالدرجة ومانك منتبهة؟ ايه، نفخت لي قلبي. كل الدنيا بتعرف اني انا مرتك، مزبوط؟ نحن مو متزوجين بعيون كل الناس؟ الزلمة شفق علي، شفق، لهيك اهتم بوضعي ومفكر انه زواجنا كمان شكلي، وفوق منها بتعاملني بطريقة بشعة، زعل علي. شو؟ انا؟ ايه طبعا طبعا انت، ولا مراد شو بده بوحدة مثلي انا؟ رح اقلك حبي، انت عندك شي بيسعد البشر ومانو موجود عند اي حدا تاني فتون. جان، انت منيح؟ ايه منيح. الو. مرحبا مراد، شو اخبارك؟ منيح، انت كيفك؟ ليك مراد، انا فكرت برايي هالمساله يلي بيناتنا كبرت زياده، اذا فاضي تعال لعندي اليوم على العشاء. اليوم على العشاء؟ طيب ماشي، اوكي، بانتظارك مراد. بشوفك. هيك لكان لنشوف هلا كيف رح تمثلوا قدامي لعبه المتزوجين. انت شو قاعده عم تعملي؟ عم باكل لقمه، جوعانه. يلا قومي بسرعه. لك ليش بدك يعني قوم؟ قومي نطفي، حضري، عملي اي شيء. انا حكيت مع مراد ورح يجي المساء. يلا قومي اطبخي. بس ليكي اصحك تفكري تعملي شيء شبرك حتى ما تجيبي جاهز، بدي طبخ بيت. بس جان، انا عندي شغل على السيناريو تبعي. حلو كتير، وليكو مديرك جاي لعنا على العشاء اليوم تحكي له عن افكارك المدهشه كلها. قومي يلا، انا بدي اروح. يلا فتون قومي، لساتك قاعده. خلص قايمة. العمى ما ابردك. أنا هلأ طبخت، شو بدي أطبخ لهم؟ هلأ المعكرونة بتنحسب طبخ بيت؟ هلأ محسوبة من طبخات البنت العزبة بس مو محسوبة من طبخات المتزوجة. أهلين جدو اسماعيل. شو أخبارك يا فصعونة؟ شو عم تعملي؟ رح يجينا ضيوف المساء على العشاء، رح فوت على الإنترنت ونقيلي شي طبخة أعملها. ليش الطبخ بينعمل على الإنترنت ولك بنتي؟ ليكي بتعرفي شو بدك تساوي؟ تحملي حالك وبتجي لعنا ناجية خانم رح تعلمك الطبخ على أصوله. جدو قول والله ناجية خانم رح ترضى تساعدني؟ لأنه أنا ما بعرف أطبخ بنوب. أكيد بتساعدك بنتي. ناطرينك. ها خير إن شاء الله عمو. مع مين عم تحكي ومبسوط؟ مع فتون. والله؟ ايه والله، ورح تجي لعنا كمان. شو هي كمان؟ شو قصدك يعني؟ وشو جاية تعمل هون؟ رح تشتغل مع ناجية خانو بالمطبخ. شو يعني هالحكي؟ يعني هالحكي انه ناجية خانو رح تعلم كنتنا الفصعونة الطبخ.
عمي مستحيل هالشي، ناجية خانم ما عندها وقت بنوب، ما رح تزبط، خبرها تجي بيوم تاني. وليش حتى ما تزبط؟ إذا ناجية خانم في عندها شغل، أنت بتفوتي على المطبخ وبتعلميها. أنا أعلمها؟ إيه، شوفي إذا فتي على المطبخ وعلمتك أنت كم طبخة. كيف يعني؟ أنا بدي أطبخ عمي؟ أنا؟ إيه، ويعطيك العافية سلفان. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.